أكد الدكتور السيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة أن محاجر الهيئة استقبلت 1500 رأس من العجول الحية قادمة من أوكرانيا، إضافة إلى وصول 1500 رأس من السودان خلال الساعات المقبلة للذبيح الفوري. وأشار إلى أن جميع الماشية الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلي طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد المشية.